وصفتنا النهاردة حصرية، سر رهيب هنعمله مع بعض بالقهوة هيشلك السواد والمسام والتجاعيد للأبد، هيخلي بشرتك أصغر منك بكتير، هيشلك سواد السنين وتجاعيد السنين حتى لو تعديتي 70 سنة من عمرك، هيخلي بشرتك بيضة ونضرة ومشدودة بدون تجاعيده بدون سواده بدون هالات سودة للأبد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات صحيه مع مايا. النهارده ان شاء الله جايبه لكم خلطه سحريه جدا جدا وحصريه بالقهوه لشد التجاعيد، لتفتيح البشره، المسام، ازاله الجلد الميت، ازاله البوع والسواد، لنسف السواد والتجاعيد للابد. وصفه حلوه جدا جدا مجربه مني شخصيا. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا بقى حبايب قلبي، الوصفه دي انت مش محتاجه فيها مقشر، يعني مش محتاجه انك تعملي تقشير، لان الوصفه دي مقشر مع مبيض مع شد للوجه وللتجاعيد. الوصفة دي وصفة متكاملة، بس اهم حاجة ليها طريقة معينة في استخدامها، فتابعي معايا الفيديو للاخر على لو انت حابة تستفادي بالوصفة وتستخدميها بشكل صح. اول حاجة طبعا معايا هنا طبق، وهنبدأ ان احنا ناخد معلقة اتنين، معلقتين صغيرين من القهوة، القهوة العادية جدا، القهوة تبان فاتحة يا بنات، لان انا جايباها بن سادة فاتح او قهوة سادة فاتحة، انا بحبها كده كمشروب او كوصفات. انما القهوة اللي عندك لو لونها غامق عادي، لو قهوة غامقة، لو قهوة، بس اهم حاجة بعيدي عن القهوة المحوجة، مش عايزينها محوجة خالص. هنبدأ ان احنا ناخد معلقتين من القهوة، ومش القهوة سريعة الذوبان، القهوة العادية تمام. وهتبدأي ان انتي تحطي على معلقتين القهوة معلقة كبيرة من المكون السحري ده، وهو الحمص المطحون. الحمص من الحاجات الفعالة جدا جدا لشد التجاعيد. هنبدأ ناخد معلقة من الحمص على معلقتين من القهوة، وهنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي بالشكل ده مع بعض. بعد كده هتبدأي ان انتي تجيبي معايا معلقة برضو كبيرة من النشا او الكورن فلاور. وهتبدأي تقلبي النشا مع الحمص ومع القهوة. الوصفة دي تنفع للجسم وتنفع للوجه وتنفع للمناطق الحساسة وتنفع لأي حتة عايزة تشدي منها ترهلات او تجاعيد او سواد. وهتبدأي تقلبي المكونات الجافة بتاعتك بالشكل ده لحد ما يبقوا بودر ويتقلبوا كويس قوي معاكي تمام. هتبدأي ان انتي تحطي معايا هنا الحليب البودر، تقدري تستبدلي الحليب البودر بالحليب السائل. هتبدأي تاخدي معلقة من الحليب البودر وهتبدأي تقلبيهم على بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هنبدأ ان احنا نجيب معايا هنا مية عادية جدا جدا من الحنفية، مية عادية من الحنفية. هتبدأ ان انتي تحطي اقول لكم حطينا مية قد ايه، تبدأي تدوبي المية بتاعتك كويس جدا، تدوبي المكونات الجافة بتاعتك كويس جدا في المية بالشكل ده. احنا حطينا ربع كوباية من المية، ربع كوباية كبيرة من المية تمام، ربع كوباية كبيرة من المية. وهنبدأ ان احنا نقلبهم وندوب المكونات بتاعتي كويس جدا في المية لحد ما نحس ان هما دابوا وما يكونش فيه اي تكتلات. هتبدأي حبيبة قلبي تاخدي المكونات بتاعتك دي وترفعيها على النار، على نار هادية جدا جدا، لحد ما القوام معاكي يبدأ يتقل سنة بسيطة. انا مش عايزاه يكون قوام جامد او متماسك، انا عايزاه يبقى زي الكريمي السائل، وهوريكي شكله برضو. بصوا حبايب قلبي، القوام معايا بقى كريمي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هتبدأي تاخدي
بقى عامل زي الشوكولاته كده، هتبداي تاخديه وهتبداي ان انت تنقلي الكريم بتاعك في الطبق بالشكل ده. كريم رهيب، هيخلي بشرتك ترجع مرايه، هيشلك اي سواد، وكمان بيشد الوجه والتجاعيد بشكل ملحوظ جدا. هنبدا ان احنا نفك الكريم بتاعي بالشكل ده كده من السخونه. بصوا، بعد ما فكينا الكريم بتاعي هتبداي ان انتي تاخدي وتحطي عليه، هنحط عليه معلقه واحده بس من المكون السحري ده. والمكون ده احنا ليه هنحطه؟ المكون ده احنا هنحطه علشان ليه فعاليه حلوه جدا جدا لازاله الكلف او البقع العنيده. يعني انتي الوصفه دي هتبدا ان هي تفتح لك، وهتبدا ان هي تشد عندك التجاعيد وتعالج لك المسام. بس لو عندك بقع عنيده قوي، يعني بقع عنيده قوي في وشك، او كلف، او مثلا اثار جرح قديم او اثار حبايه، مش هيشيلها لك الا بالمكون ده. فاحنا هنضيفه، ده هتضيفيه بس لو انت عندك بقع عنيده او سواد عنيد قوي في بشرتك، وهو خل التفاح. هنبدا ان احنا ناخد، مش هناخد من خل التفاح كتير، احنا هناخد بس من نص معلقه من خل التفاح، وده مش هيتحط الا بعد ما نشيل الحاجه من على النار. وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس قوي بالشكل ده، خل التفاح بالشكل ده. اهم حاجه ان هو يكون دافي جدا جدا. ركز بقى حبايب قلبي في طريقه الاستخدام. اول حاجه، الماسك ده ما ينفعش وممنوع نهائيا تستخدميه على بشره مش نظيفه. يعني حتى لو انتي غسلتي بشرتك الصبح وجيت استخدمتي الماسك بالليل، لازم تستخدميه على بشره تكون نظيفه. وهتبداي ان انتي توزعيه على وجهك وعلى رقبتك وعلى ايديكي وعلى الاماكن اللي فيها سواد وفيها بقع وفيها تجاعيد، وهتبداي ان انتي تدهنيه كويس قوي بالشكل ده بعد ما يبرد عشان بشرتك ما تتحرقش. تمام. بعد كده، بعد ما هتسيبيه وتدهنيه كويس قوي، هتبداي تسيبيه من نص ساعه لعشرين دقيقه، من 20 دقيقه لنص ساعه. بس انا افضل لك ان انت تسيبيه نص ساعه في مكان هاوي ما فيهوش اتربه، وما تتحركيش طول ما انت بتستخدمي الماسك. الماسكات بتلقط اتربه من الجو، لو لقطت، لو الماسك لقط تراب من الجو، بشرتك هتبوظ ومش هتتحسن خالص. اهم حاجه ان انت تقعدي في مكان ما فيهوش اتربه، وتقعدي ريلاكس كده لحد ما الماسك بتاعك يجيب مفعول ويبدا يشتغل على التفتيح والشد. تمام. هتلاقيه شد على بشرتك قوي، هتبداي ان انت تغسلي بشرتك كويس جدا بالميه الدافيه، وعلى طول نقفل المسام بالميه الساقعه. او هقول لك على حركه حلوه جدا انا بعملها. قبل ما تحطي الماسك، هاتي فوطه مبلوله بميه دافيه واعملي بيها تدليك لبشرتك الاول، بعد كده حطي الماسك، وبعدين اغسلي بشرتك على طول بالميه الساقعه العاديه اللي من الحنفيه. تمام. هتستخدمي الماسك دوت مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، هتلاقي منه نتائج رهيبه. وكمان ممكن تستخدميه بشكل يعني عند اللزوم، يعني لما تكوني عايزه تستخدميه استخدميه. من اقوى الماسكات اللي ممكن تشوفيها في حياتك لشد التجاعيد والتفتيح وازاله السواد وعلاج المسام. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير. بالله عليكي، بالله عليكي، استحلفتك بالله ما تخرجي الا لما تحطي لايك للفيديو. ربنا يخليكوا ليا احلى اخوات في الدنيا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.